السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف برنامج اسمه اي بنت، ده مهمته ان هو بيعمل شبكات المية. طيب هاجي هنا من فيو واقول له باك دروب واقول له لودز، وابدأ اختار الخريطة بتاعت المكان اللي عندي. تمام، هو عايز بي ام بي او اي ام اف او دبليو ام اف. طيب هحول الصورة اللي عندي للامتداد اللي هو عايزه. بعد كده هحدد الصورة، فتحت برنامج الرسام وحولت. اهي المنطقة اهيت، تمام. هاجي او ابدا احط بقى الخزانات اللي عندي، دي الوصلات، دي التنكات. هقول مثلا في تنك هنا مثلا وفي تنك هنا على سبيل المثال، وهبدا احط بقى ايه الجنكشن اللي هي الوصلات بتاعتي مثلا اهمت، وابدا اوصل بينهم بالبايب مثلا من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا دي هنا هكذا. طبعا كل المعلومات اللي هنا اقدر اتحكم فيها، كل ماسورة من دول اقدر احدد الارتفاع بتاعها والخصائص بتاعتها زي ما نشوف مع بعض. دلوقتي هقول له رن، هيقول لي ان التوصيلات كلها سليمة. طيب خلينا جينا في البروجكت واقول له سامري، بيبدأ يجيب لي المعلومات، عدد الجاكشن، عدد التنكات، عدد البايب، وعدد البامبس، وعدد الفاليو. هنا بتكتب بقى اسم المشروع، تعمير سينا مثلا. اوكي، وبعد كده هتيجي هنا الديفولت، دي الاعدادات الافتراضية، الاي دي بريفكس لكل واحدة فيهم، تقول مثلا دي جي يو مثلا، هنا ار اي، هنا التنكات. البايب بي اي مثلا، هنا البروبرتيز الخصائص، تانك دانتر بتاع قد ايه، تانك هاي قد ايه، دي الاعدادات الافتراضيه وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. هنا الهيدروليك هيبقى هتقيس بأنهي وحده قياس وهكذا. طيب ممكن برضو تيجي هنا تدوس هنا وتقول له اوبشن، فتبدا تدخل في الاوبشن تقول له مثلا عايز اشوف مثلا اللينك فاليو وهكذا، النوتس، الرموز اللي انت عايزها، عايز تكبر النوت شويه، الفلو الراو هتخليها مثلا فيلد، يظهر معاك بالشكل ده. كل واحدة من دول تقدر تعمل عليها دبل كليك وتختار البايب اي دي، الستارت نود، الاند نود، اللينث يبقى قد ايه وهكذا، وهو هيبدأ يحسب لك الحسابات ويبدأ يجيب لك الفاكتور بتاعك. ممكن تيجي هنا من الماب تقول له انا عايز اشوف مثلا الدايمتر، عايز اشوف الكواليتي مثلا، فيبدأ يلون لك البايب بتاعتك، تقول له مثلا عايز اشوف الفيلوسيتي، اذا ترى من خلال الفيلوسيتي وهكذا.